انفاذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستمر الجهود الإغاثية السعودية لضحايا زلزال سوريا وتركيا، حيث وصلت مطار غازي عنتاب في تركيا الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة والتي تحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلوغراما من المساعدات الإغاثية. من جانب آخر، أكد القائم بأعمال السفارة في تركيا محمد الحربي العثور على المواطنة السعودية المفقودة في مدينة أنطاكيا متوفاة تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي وقع بتركيا. لتفاصيل أوسع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور سامر الجطيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. مساء الخير دكتور سامر. مساء الله بالنور، حياك الله أستاذ جمال وحييكم وحيي المشاهدين الكرام، يا أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. بداية دكتور سامر، كلمني أكثر عن الجهود الإغاثية لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا، إلى أين وصلت؟ حياكم الله أستاذ جمال. اليوم الحمد لله عز وجل كما أشرتم حطت طائرة إغاثية تم تجهيزها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة المجانية بواقع 104 طن تقريبا، تحمل مساعدات في مجال الصحة وكذلك الغذاء وأدواء، وكذلك بعد ذلك تبعها طائرتان، الطائرة الأولى طائرة هي الأكبر من حيث الحجم، حطت في مطار غازي عنتاب وهي طائرة مستأجرة لصالح فريق البحث والإنقاذ السعودي وتحمل معدات ثقيلة، وكذلك طائرة أخرى تحمل فريق مكون من حوالي 90 شخصا من أفراد فريق البحث والإنقاذ السعودي. لعل أشير هنا أن هذه الطائرة وكذلك الفريق هي ربما أكبر طائرة حطت حتى الآن، وربما من ناحية المعدات وعدد الأشخاص كفريق إنقاذ ربما هو الأكبر الذي استقبلته تركيا حتى الآن. ماذا عن سوريا دكتور سامر؟ هذه الطائرة التي حطت اليوم الإغاثية والتي تحمل المساعدات الإنسانية تم بحمد الله عز وجل تحريك ما فيها من جميع ما فيها باتجاه الحدود السورية بالتنسيق مع شركاء المركز، ونتوقع بإذن الله عز وجل خلال ساعات الصباح الأولى أن تكون هذه الشحنة كاملة بكامل معداتها بكامل محتوياتها تدخل عبر الحدود ليتم توزيعها في المناطق المتضررة في حلب وإدلب. ماذا عن آلية توزيع المساعدات؟ أود أن أسمع منك أكثر دكتور سامر عن هذه الآلية. طبعا في مثل هذه الحالات عادة قبل بدأ بأي يعني تحريك للمواد الإغاثية والإنسانية يتم حصر الاحتياج والتعرف على مناطق الاحتياج وتوزعها من ناحية الكم والكيف، ثم بعد ذلك يتم التواصل مع الشركاء للحقيقة تحريك هذه المواد في القطاعات اللي يوجد فيها احتياج كبير جدا، وكما ذكرت آنفا يتم تحريكها إلى المناطق المحتاجة. الشركاء المنظمات الشريكة لمركز الملك سلمان التي تعمل في هذه المناطق تستلمها ثم تقوم بتوزيعها توفيق هذا التوزيع، ويكون هناك جهة أخرى الحقيقة هي جهة تقوم على الرقابة والتقييم وإرسال تقارير تتعلق بالرقابة والتقييم بحيث يتأكد مركز الملك سلمان أن هذه المساعدات ذهبت للمناطق التي تم التخطيط لها وكذلك غطت أعداد المحتاجين المقرر الحقيقة تغطيتهم، وكذلك أن هناك رضا بشكل عام عن هذه المساعدات وأنها حققت أهدافها. اليوم لو نبغى نتحدث عن نوعية المساعدات الإغاثية اللي تفضلت فيها دكتور سامر، وش نوعية المساعدات اللي تحدث عنها هنا؟ المساعدات الطبية الحقيقة فيها أولا أدوية متعلقة بكل ما يتعلق بفترة الطوارئ وكذلك الجراحات، مضادات حيوية من أهمها، سوائل ومحاليل وريدية، مكملات أخرى تتعلق بحالات الطوارئ،
كذلك هناك السلة الغذائية وهي السلة المعيارية لقدمها مركز أمة سلمان بواقع 70 كيلوغرام، تحتوي أصناف يتم حسابها من ناحية تغذوية مع برنامج الغذاء العالمي. هذه السلة تكفي لسبعة أشخاص لمدة شهر كامل. نتكلم عن خيام، كذلك خيام عازلة تؤمن الدفء في هذا البرد القارس، وكذلك ما يسمى بحقيبة الإيواء. وحقيبة الإيواء تتكون من مستلزمات أساسية كالفرش والبطانيات وكذلك بعض مواد المتعلقة بالطبخ. نحن نحاول بقدر الإمكان جاهدين أن نكفي يعني أولئك الذين شردوا أو تضرروا ويعيشون بالخيام حاليا، أن نكفيهم الحقيقة وأن يستطيعوا أن يعيشوا حياتهم لفترة تمتد إلى شهرين كامل. لكن في نفس الوقت نحن لا ننسى الحقيقة المساعدة وأن نمد يد العون في مجال الإنقاذ وكذلك البحث عن الأحياء تحت الأنقاض، وهذا تقوم به الآن يقوم به فريق البحث والإنقاذ السعودي وكذلك فرق الهلال الأحمر وكذلك فرق الأطباء المتطوعين مع مركز الملك سلمان. جميل. دكتور سامر، هل الفرق السعودية الإنقاذية المتخصصة ستعمل في تركيا وسوريا أم تركيا وسوريا سيتم التعامل مع منظمات أخرى؟ نعم، هو كما تفضلت تماما. هذه الآن بسبب المرحلة الحقيقة التي نعيشها وبسبب الجغرافيا في الداخل السوري سوف يقتصر عمل الفرق على الداخل التركي، بينما يتم تنسيق ودعم الجهود سواء كانت جهود الإنقاذ والإغاثية عن بعد للداخل السوري. لكن أريد أن أؤكد هنا أن المساعدات التي حركها مركز الملك سلمان في جلها أو جزء كبير منها تذهب للداخل السوري وتوزع وكد من خلال منظمات شريكة عملت سنوات مع مركز الملك سلمان. وفي نفس الوقت الحقيقة هناك جهود لدعم جهود الإنقاذ بالمستلزمات الأساسية، ولدينا قائمة الحقيقة بالاحتياجات لدعمهم بالوقود وكذلك دعمهم في من ناحية تكلفة بعض المعدات الثقيلة تساعد في رفع الأنقاض. جميل. دكتور سامر، أخيرا أود أن أسمع يعني رصدك لما رأيته وشاهدته على أرض الواقع. هل ما نراه عبر المقاطع والصور يعني بينقل الصورة الكاملة والحقيقية للمأساة على أرض الواقع؟ أستاذ جمال، يعني الواقع أشد ألما وتأثيرا. عندما وقفنا اليوم في أحد المواقع في غازي عنتاب في شارع تم إغلاقه تماما، انهارت فيه مباني سكنية بالكامل على رؤوس أصحابها، وكنا ننقل الحدث، كان ورائي يعني يتحدثون عن مبنى منهار أو ورائي في أخذ التصوير، فيه أكثر من 10 من الأحياء ما زالوا تحت الأنقاض منذ بداية الزلزال حتى الآن. أن تشعر أن وراءك ربما أطفال ونساء مدفونين تحت الركام لأيام ليس بالأمر السهل. وكذلك أشاروا إلى مبنى آخر قريب ليس بعيد، يتوقع أنه تحت حوالي 60 شخص تحت الركام ما زالوا يعانون. للأسف أن هذه المباني بالرغم من الجهود إلا أنها حسب تقييم الشخصي وقد يكون قاصر، لا يوجد عدد كافي الحقيقة لرفع الأنقاض فضلا عن الآليات الحقيقة التي يعني تشعرك بأن هناك كفاءة كبيرة في رفع هذه الأنقاض. هذا ليس نقد، لكن هذا شعور إنسان يشعر بالآخرين الحقيقة ويرغب بمساعدتهم. الفريق اليوم الحقيقة هو شرف الذي على الأرض اليوم في غازي عنتاب، فريق البحث والإنقاذ السعودي هو شرف للمملكة العربية السعودية. أكثر من 90 إلى 95 شخص مدربين على الحقيقة أعلى معايير البحث والإنقاذ بكامل المعدات والتجهيزات متجهين الآن إلى مناطق الإنقاذ
أتوقع أن هذا سيغير كثير وينقذ الأرواح. هذا شرف للمملكة العربية السعودية حقيقة، المملكة التي تمد يد العون دائما إلى المحتاجين قيادة وشعبا. نعم. أن المنظر مؤلم جدا حقيقة، أن تدخل شارع وترى كأنما حرب سبحان الله ودمرت هذه المنطقة بالكامل. إذا كنا نتذكر الحقيقة البراميل المتفجرة في سوريا عندما تلقى وتسقط المبنى بالكامل، عندما كانت تأتينا الصور، المشهد ليس بعيد عن ذلك. نعم. والمشهد مؤثر ومؤلم في نفس الوقت. أشكرك جزيل الشكر، وفقكم الله، جهود مباركة. الدكتور سامير الجطيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أخيرا نقول رحم الله المتوفين في تركيا وسوريا جراء هذه المأساة الفظيعة التي يتعرضون لها، وجبر الله مصاب ذويهم وأهاليهم وشفى جرحاهم بإذن الله.